اليوم رح نحكي عن فن الاتيكيت عند المرأة. الناس لما بتحكي اتيكيت بتفكر بس بالشوك والسكاكين وبفتحة الباب وتسكيرة الباب وكيف تحكي وكيف تقعدي وكيف تحطي رجل على رجل. فن الاتيكيت أوسع من ذلك، وفي سلوكيات وخصائص معينة ممكن الشخص إنه يطورها بنفسه، مش بالضرورة إنك تنولد هيك. في إشي اسمه مكتسب. في إشي مكتسب exactly. زي ما بنتعلم نقرأ ونكتب، زي ما بنتعلم الحساب، زي ما بنتعلم كتير شغلات بحياتنا، هذا علم وفن. إذا أتقنتيه رح تكوني كتير مميزة بالمجتمع، بين عيلتك، بين صحباتك. هذا الإشي بنلمسه. الشخص اللي عنده إيش بسموه جراند، هذا الإشي large. صفة لارج. أيوة، هاي الصفات كلنا منحب إنها تنحكى عنا. الله عليك يا رهوف. هلا رهف حكت نقطة كتير مهمة. مثلا في بعض الأمور الست بتحبها حسب طبيعتها الجينية. الاهتمام مثلا، إحنا كستات كلنا منحبه، بنحب. ولكن في أمور الست لازم تعملها بإرادة شخصية حتى تحافظ على أنوثتها بشكل راقي. اليوم رح نعطيكم بعض الأمور. هلا أول صفة لازم المرأة تتحلى فيها عشان أنت تكوني امرأة بتفهمي بالإتيكيت وامرأة راقية، الست لازم يكون لسانها دافي. بمعنى ممنوع الكلمات النابية، ممنوع أنك تستخدمي اللغة، خلينا نقول السوقية يعني عليكي، ولازم يكون صوتك كمان بطبقة معينة. هي جاي على الصوت أنا. هيك انا يعني بتقدر تسبي عليه بهاي الطبقه بتطلع بروقان. ما بكون الحق عليك كثير يعني، شو ما حكيتي. هلا انا في شغله جد كثير يعني كثير بتستفزني في بعض الصبايا، اللي هي صوتها اصلا مو عالي، بس هي بدها تلفت الانتباه باي مكان. بتلعلع. عام بتلعلع وبتشوبر. ايوه، حتى تلفت الانتباه لإلها. انا من الناس، هلا انا صوتي اصلا عالي، فبالعكس انا بحاول صوتك. طبعا انا صح. بحاول بحط مجهود مضاعف انه انا اخفف من النبره وانا في مكان عام. هل فعليا بتحبي انه الناس ينتبهوا لك لانه عم تعملي عمل غير لائق؟ هل هذا يعني يشفي غرورك؟ هل بتحبي الناس ينتبهوا لك لانه لابسه لبس غير مناسب للمساق الاجتماعي اللي انت رايحه عليه؟ هل بتحبي الناس ينتبهوا لك لانك مبالغه بالشعر وبالميك اب؟ هل هذا فعليا لائق لإلك؟ الناس لازم ينتبهوا لك لأنه أنت قاعدة وساكتة، ولكن هيبة حضورك الراقي تكفي. الناس بينتبهوا لك لأنه المحتوى كتير أهم من نبرة الصوت. هون الإتيكيت. نادية لفتت نظرنا لنقطة كتير مهمة، موضوع الملابس والمظهر الخارجي. المرأة الراقية لا ترتدي الملابس المبهرجة، ولا بتحط الميك اب الاوفر، ولا بتعمل شعرها بطريقه اوفر. وبتعرف شو يعني دريس كود، يعني انا على الشغل بلبس كذا كذا، انا على العرس بلبس كذا كذا. في كتير اختلاف باللبس. كمان تخيلي شو بقول لك، قال من الاتيكيت انه انت مثلا وصلتك دعوه، صاحبتك بعتت لك دعوه، من الرقي انه تردي شو ما كان ردك، سواء بالاعتذار او بالقبول. بعدين قال انه لازم موضوع احترام المواعيد. انا هذا اكيد، هذا انا ما كنت احكي على القائمه. انا الموعد 10 بكون عندك 10 الا 5. بس انت كثير صايره الصبح. مش قلت لي 10؟ قلت لي 10. انا ما حددت AM PM يعني. انا الجيم. بس لازم احكي عنك شغله عن جد. صح؟ لا، صار لك اكثر من شهر 30 يوم متتالي انا اتليست علي بشوفه بصحصح، ملتزمة جدا بالمواعيد. والله العظيم يا جماعة، استنى، لا عن جد، حتى بالطلعات. هداك اليوم عمه كان عزمنا، عمي عمو عاكف حبيبي، الله يطول عمره. المهم، فأنا حبيبي. فأنا وصلت على المكان أول الحضور، وعمه كتير موقت وأبوي كتير موقت، فأنا انبسطت على حالي. بالزبط. لأنه شوفي، بتحسسي الآخر كمان أنه أنت مهتمة بالعزومة اللي هو عزمها ومحترمتي. على سيرة الأواعي يا جماعة، أنا بنت كتير كلاسيكية بأواعي تقليدية، يعني أنا ما بحب الأشياء الغريبة من زمان، من طفولتي الله يسلمني. الكروهات مثلا أعتمده خلص لموسم معين. هذاك اليوم يا أختي لابسة أنا جايبة لما سافرت على دبي، هيك زي بليزر مترتر. أوكي. يا خيتي شفته أنا بالمحل. ها يا خيتي. رمزني. حاسستها بتشتري بدبي مول أكيد كنت. بدبي مول. بلاش يا خيتي إذا هيك، عشان يلائم الجاكيت المورور. فالنتينو. عطني طيف الإمارات. فالنتينو. المهم، فهيك لمحته من بعيد، قلت نادية مو أنتي. لا تتهوري. ما تتهوري، اتجاهلته.
ألف وأرجع له. آه سبحان الله. قلتي خلص في نصيب. قلت للست الموجودة can I try this. yes. المهم أخذته البستو. of course ma'am. يا البستو والله إشي مرتب. آه. قلت بشتري أختي ما بتعرفي إلا ما يجي له مناسبة. طبعا. حدا يخطب حدا يتجوز. آه. حدا يتنيل على عينه. المهم والله يست العزيزة ذاك اليوم طالع مع صحباتي لبستي تذكرته. آه. إنه هم ملفوف. والله ألبس لك يا مع جينز. أوكي. طلعت حالي حلو يا اختي بس مش انا يعني انت بتلبسي. آه. ايزلي. اه رحت على المحل رهف طلع هيك على الناس. اه انت حاسه حالك انه مش معقول انا اوفر دريس. اه فهمت عليكي. اوكي اخذت كومبلمنتس من صحباتي اللي كعدات انه يا الله شو حلو شو ستايلش وكذا. بعدين وصلت لقناعه معينه اذا انت مقتنعه حتى لو مرات طلعتي عن الستايل المعهود طبعا ضمن حدود المعقول، ليه احنا دائما بهمنا الناس شو رح يقولوا هلا اذا شافوني؟ اذا انا مش مبالغه بالشغله. طبعا طبعا الدريس كود على فكره ال 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 اللي عم تحكي نادية انه الواحد مرات يعني يكسر مرات التغيير. من باب التغيير هلا ما نبالغ بس نكسر من باب التغيير. بالضبط. فيك قعدت والله عرشت انبسطتي كيفت وحسيت اني عملت هلا ما رح ارجع اعيده بس ارجعي البسي على الهواء هون بزبط البسي على الهواء ترتر بس ما في بنعمل حلقه مسائيه اعملوا او هيك بندمدم الاضاءه وانت بتضوي علينا طولي شمع بالنص حرام لانه انا متاكده علينا بدل سائد الله يسلمه بدل سائد خلص ساعتها سائد عطلو الله يسلمه مره صار موقف يا رهف يعني للامانه الست كتير لذيذه وما بعرفها هيك قاعدة جنبنا على طاولة وراقية ويعني ولبسها حلو ومهففة واضح وكذا وملتزم بالإتيكيت. آه. عملت غلطة. شو عملت؟ رجليها هيك تحت الطاولة. آه. شلحت الكندرة. تعبت؟ ممكن هلأ فأنا كان شعوري خلص بصير في هذا الفليب. آه الفصلة. الفصلة لأنه إذا بتشوفيها مع نفسها وأنا عم بحضر للموضوع بقولك من أصول الإتيكيت قد ما مثلا كانت مضايقتك الشوز أو كذا مش حلو. لا مش حلو شخص واحد ينتبه البسي شوز مريحة يا 100% طبعا يعني أنا من الأشخاص اللي كنت كتير أتضايق مثلا من الهيلز. آه. في شوز معين مثلا بيضايقني وهيك أنا من يعني من فترة أنا ما بشتري إلا إشي مريحني عشان أكون مرتاحة وقاعدة بثقة لأنه كمان المشية بتفرق كيف؟ طبعا لما انت تكوني مش مرتاحه تبطي تعرفي تمشي انا بس البس كعب بكون مش مرتاحه فما بعرف 100% أمشي. وبعدين مثلا في إشي كتير مهم واحده من اهم اساسيات الجاذبيه عند المراه هي الثقه اللي بتختلف عن الغرور. أيوة. المرأة المغرورة ما حدا بيحبها. صح. المرأة الواثقة من نفسها الكل بيحبها والكل كمان بيغار منها والكل بتصير بالنسبة له مثال يحتذى به إنه شو هالثقة. الثقة بتعطيكي اتزان. الثقة بتعطيكي هيبة. فأنت كيف بدك تصيري واثقة من نفسك؟ بدك تكوني واثقة من لبسك، واثقة من محتواك، مضمونك، مخك. يعني إحنا مش بس نجمل حالنا بدنا نجمل عقولنا كمان عشان أنت لما بتحكي بتكوني واثقة من المعلومة. كتير صح. صح؟ على سيرة الثقة اللي بتحكي رهف مزبوط 100%. في ست مرة احترمت إيش عملت. كنا قاعدين فكان جوزها موجود بالقعدة. جوزها طشي بيحكي. آه. طشي بس يا الله ما بحب هدول الناس. آه. بس بده يثبت يعني إنه أنا مثلا كذا كذا يعني لازم بكل عرس له قرص على قولة ربيعة. فهي يعني خجلت. آه. حكى 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 بعدين هيك طلعت قالت anyway بالضبط هيك anyway هذا المحل والله لذيذ أول مرة بندخله. هي غيرت الموضوع لتنقذه. بطريقة ذكية لأنه هو بلش يشت. فهي ما سكتته هي استنت ياخد بوز هون برضه ذكاء اجتماعي هيك هيك اه, آه. قالت تعالي اه ضروري هذا هيك قالت له هيك مشدت عيده قالت anyway والله المحل هذا لذيذ يا جماعه ليش ما بنعرف عنه امتى فتح بعمان مثلا فانت يو هاف تو بي سمارت ان تنقذ المواقف. كملين معكم بمشوارنا الصباحي صحصح واليوم عم نحكي عن الاتيكيت اللي لازم يكون موجود عند المرأة واللي هو مش بس مرتبط بمظهرها الخارجي وانما ايضا بجوهرها وبداخلها. تخيلي قال الست اللي توصف بأنها ست تتقن فن الأدب هي المرأة اللي بتقدر ظروف الأشخاص اللي من حولها. ليش في بين شلة الصحبات وحدة مميزة؟ لأنه في وحدة دايماً تخلق أعذار لصديقاتها دايماً بتعاملهم بمحبة وحنية فائضة وبأدب وكمان بتلاقيها مثلاً بتتعامل مع كل شخص بطريقة معينة. صح. تتحلى بالذكاء العاطفي بالذكاء الاجتماعي. هدول الناس تلاقيهم دايما مميزين وكل الناس ما عم بحكي عن العلاقات العاطفية
العلاقات الاجتماعية كل الناس بيحبوا وجودهم، بيحبوا يتوددوا لهم لأنهم إضافة لأي مكان بيكونوا موجودين فيه. فهذا الموضوع غير موضوع القبول اللي من ربنا، وهي نعمة طبعا إذا أنت عندك قبول بين الناس. كمان في ناس بيحطوا مجهود لا يكونوا هالقد محبوبين. هلأ في ناس بيحطوا مجهود ليكونوا هالقد محبوبين، وفي ناس بيحطوا مجهود حتى يسرقوا اللحظة من الآخر. هدول سارقي البهجة أو سارقي اللحظات. يعني صح. مثلا أنا طالعة مع فلانة وخطيبها بدها تعرفني عليه لنفرض، حلو، ما بصير أنا أفتل عضلاتي وأستعرض إنجازاتي قدام الخطيب لأنه هاي مش لحظتي. بحكي عن خصال صاحبتي بطريقة مبطنة كمان، أنا ما بصير أسوق لها أمامه لأنه كمان ما بحب هذا الأسلوب، بس هاي لحظتها وهذا يومها وهاي القعدة إلها. ما بصير أنا بدي أستعرض أنه والله أنا بتعرف وبعرف فلان وبعرف علان وأنا عملت كذا والناس زقفولي على كذا وأنا راتبي كذا وأنا بطلع كذا. أنا ما بحب الأشخاص خاص اللي بتعدوا على لحظات الآخرين. هدول سارقي البهجات أنا ما بطيهم. صح. اسمعوا، في شغلة بإتيكيت الجلوس الست، هلا أنا هاي ما بتنطبق علي، الحبايب هدول البتيت ألين وما ألين وفيرا ألين وما ألين وفيرا جماعة المترونوس هدول إزمريان والأمور زي هيك وأشياء زي هيك صغار هدول الفعفيط ألين تقعدي على الكرسي انت وفيرا، ايوه، حتى لو الكرسي عالي ما تخلي رجليك يطلع انت دائما رجليك واصلين. انا دائما هاي فشي ثابتات ما بصير. بعدين انا مثلا في مره قالت لي اياها اخصائيه نفسيه، قالت لي ندوش انت ليش بتقعدي على طرف التواضع هذا؟ لا شوفي مثلا رهف قاعده كامله، فانا بضل اذكر حالي بتقولي انت ما تقعدي على طرف الكنبايه، اقعدي ملي الكرسي. اوكي، انا هيك بقعد بالعاده، ما بعرف اذا بتنتبهوا هيك بصير هيك اتحدث. صح. مزرها فيها، فانا لا هاي ضل يذكريني. بعدين بتعرفي قال ايش، انا هاي اللي يعني بحب اعملها بس صراحه بتوجع، قال هم بيقول لك لما تحطي رجل على رجل هاي بقدرش عليها انا والله، لو انه مش اتيكيت وهيك ويعني كله هيك داخل هاي تكون الجايه هيك الرجل زاويه 40 زاويه يعني 50. ماشي بقدر اعمل هيك خمس دقائق بس بقدرش اقعد هيك ساعتين ونص. لا لا اي كانت. ريما لانه الله يسلمها من جماعه فيرا وإلين هيك هات نجرب. ريما حطيها بالقائمه. رينا انا حبيبتي رينا عمري رينا. في مره بدي اقول لكم كيف الرجال كمان بينتبهوا على كل النقاط اللي حكيناها، مثلا اللي صوتها عالي، اللي بتحاول تلفت النظر بشكلها بالمبالغه اللي بتعملها سواء بحركه ايديها او بالبادي لانجوج تبعتها او حتى بشكلها الخارجي. مره بتذكر في زلمه صديق لنا، فيعني احنا عم بنقول له انه شوف هاي البنت اموره، هو بده يخطب وبده يتجوز وهي، طلع عليها قالنا فوضى، قلنا له ايش الفوضى؟ قال هي فوضى، حالة فوضى. شوف التعبير، شوف التعبير قد ايه ما بيشبه الانوثة، يعني مش قريب على الانوثة لا من قريب ولا من بعيد زي ما بيقولوا. فمرات احنا منبالغ عشان نبهر، بس كوني انتي ما تقفوري عشان بيو حدا بيو. بس اسمعي، عكس الفوضى، هذاك اليوم واحد استعمل تعبير بيقول فلانة حلوة جمالها بخض. يا ويلي، قلت له مين هي؟ اشوفها اقل من عادي. رهف اسمعي في اشي اتيكيت كتير مهم لازم تعرفه. حكتش حتى لو مزين لو احنا شايفين ما في داعي تحكي تهرشي، ما في ايميل اكستنشن وبتصيري الهرش يا بتتحمموا طبعا، يا بتحطي هذا الشامبو شو اسمه تبع الهرش، لا تتشوسوا لا تتحمموا تهرشيش ولا تحت اي ظرف. بعدين اقول لك شو، امسكي نفسك واعصابك في حركه كثير 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 هيك اعملي مثلا مثلا هيك ساجي ولا مالها انصرها، جيبي اشي معاكي اطلبيها من الويتر اما لا تستعملي الايدين قولي للويتر يا حبيبي يا ابو عبد الله يا حبيبي بس شوي لانه الواحد تعرف هالطقس حساسيه